الأسبوع اللي فات كان في خبر صار لكل جماهير الأهلي. احتفل النادي الأهلي بتوقيع عقد مع برزنتيشن لمدة 4 سنين برقم كبير جدا، 510 مليون جنيه. أكيد شركة برزنتيشن شركة كبيرة في التسويق الرياضي، نتمنى لها إن شاء الله التوفيق مع النادي الأهلي. اسمين كبار النادي الأهلي وبرزنتيشن، أكيد ده هيعود بالنفع على قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. لما يكون رقم الرعاية بتاعك كبير أكيد هتقدر تضخ فلوس لقطاع الناشئين، تقدر تشتري لعيبة صغيرة ومواهب صغيرة يتم انتقائها وانضمامها لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، زي السياسة اللي ماشي عليها لجنة الكورة ولجنة التعاقدات بالنادي الأهلي. شفنا ده خلال الفترة اللي فاتت عن طريق شراء النادي الأهلي اللعيبة مميزة محمد فخري وكرم النقيب وأسماء كتيرة وعمار حمدي. ان شاء الله يعني برزنتيشن يعني هي اسم كبير طبعا في السوق المصري، ونتمنى ان شاء الله التوفيق مع النادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم دايما بيكون عندنا مفاجآت.